شيخ صالح، يعني في هذه الحلقة سئلنا كثيرا عن النذور، الذين يلزمون أنفسهم بهذه النذور ثم لم يستطيعوا الإيفاء بها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية فلا تنذروا، لأنه إذا نذر ورط نفسه ودخل في كلفة كان في سعة منها لو لم ينذر، فإذا نذر وجبت عليه فيتجنب النذر من الأول، لكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. نعم.